هل فعلت السلطة القضائية بالشكل المفترض بها يا ترى؟ ما هي دوافع مجلس القضاء الأعلى بعدن لتعيين أشخاص من خارج معهد القضاء؟ ما هي مخاطر الفئوية والمحسوبية بتعيينات السلطة القضائية يا ترى؟ أهلا بكم. أصدر مجلس القضاء الأعلى بعدن قرارين في شهر يوليو 2019 بتعيين أكثر من 400 شخص بدرجة مساعد نيابة عامة، 50 منهم صدر قرار تعيينهم أولا من قبل مجلس القضاء الخاضع لميليشيا الحوثي في صنعاء. وفي شهر ديسمبر الماضي تحرك نادي قضاة اليمن لرفض هذا القرار، وقال إنه قرار صادر من غير ذي اختصاص، وإن هناك خريجين مؤهلين من المعهد العالي للقضاء ولم يحصلوا على قرار تعيين، بينما صدر هذا القرار بتعيين أشخاص لم يخضعوا لأي تأهيل أو تدريب. كيف سيؤثر تعيين هؤلاء القضاء على المنظومة القضاء اليمني؟ وما هي الضمانات القانونية التي تحول دون ترقيتهم إلى درجات قضائية في المستقبل تتجاوز قدراتهم المناطقية والفئوية التي قد تكون ساعدتهم على الحصول على هذه الوظيفة؟ هل يمكن أن تكون معيارا لأدائهم الوظيفي وترقياتهم المستقبلية؟ منذ شهر يوليو من العام الماضي يخوض نادي قضاة اليمن صراعا ضد قرارين صدرا عن مجلس القضاء الأعلى بتعيين أكثر من 400 شخص في السلك القضائي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ودون أن يكونوا قد تلقوا التأهيل القانوني المناسب عبر المعهد العالي للقضاء، وهو البوابة القانونية الوحيدة للتعيين في السلك القضائي. بعضهم كانوا يعملون في المحاكم القضائية وفي ديوان وزارة العدل، وآخرون في النيابة العامة ومكتب النائب العام ومواقع إدارية في جهات قضائية أخرى، وآخرون لم يشر قرار تعيينهم إلى أي خلفية وظيفية سابقة لهم. عملية تجريف القضاء وانتهاك حرمة الوظيفة القضائية ليست وليدة اليوم، بل إن تجمعات عرقية وسلالية عملت على احتكار الوظيفة القضائية لصالحها منذ أمد طويل. نادي قضاة اليمن أعلن رفضه لهذه القرارات، وأصدر بيانا عد فيه هذين القرارين تعديا سافرا يطال القضاء باعتباره السلطة الضامنة للحقوق والحريات، وانتهاكا للدستور والقانون، وتجاوزا لمبادئ النزاهة والشفافية، ووضعا للوظيفة القضائية محل عبث وتوزيعها كمنح وهدايا دون اتباع القانون، وذلك من خلال تمرير قرارات بقرابة 50 درجة قضائية صدرت من صنعاء، وما يقارب من 400 درجة قضائية تم محاصصتها للنافذين في القضاء بعدن. وفي منتصف ديسمبر الماضي وجه النادي رسالة لمجلس القضاء الأعلى طلب فيها إعادة النظر في القرارين رقم 18 و19 لسنة 2019، بحيث يشمل الموظفين الإداريين الذين تمرسوا في العمل لمدة طويلة والحاصلين على مؤهل في الحقوق أو الشريعة والقانون، وأن يتم إجراء المفاضلة النزيهة فيما بينهم، ومن ثم يتم تأهيلهم بالمعهد العالي للقضاء وفقا للقانون، ثم يتم ضم من ينجح منهم للعمل بالنيابة العامة. وفي بيان صدر عنه في الأول من يناير قال نادي قضاة اليمن إن قيادته لم تحصل على أي رد حتى لحظة إصدار البيان، ما دفعها إلى رفع دعوى إدارية لإلغاء هذين القرارين نظرا لاشتمالهما على عيوب توجب إلغاءهما. سكرتيرة نادي قضاة اليمن القاضي رواء مجاهد تعرضت بسبب موقفها الرافض للقرار لحملة تهديد وتشهير، وصلت لدرجة تهديدها برسائل مباشرة احتوت على نغمة انفصالية، على الرغم من التزامها بالقانون وسلوكها الطريق القضائي للطعن في القرار. وقبل أن يفصل القضاء الإداري في هذه الدعوى يظل السؤال مطروحاً، لماذا أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بتعيين 400 موظف بعضهم لا يحسن الإملاء، بينما يتجاهل وجود دفعتين من خريجي المعهد العالي للقضاء ينتظرون قرار تعيينهم منذ عامين؟
أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن تنضم إلينا من عدن عبر الأقمار الصناعية دكتور رواء مجاهد سكرتير عام نادي قضاة اليمن. أرحب بك دكتورة رواء. إذن بداية، هل لك أن تضعينا في صورة عمل السلك القضائي في عدن من بعد الانقلاب ونقل العاصمة إلى عدن إلى الآن؟ أهلا وسهلا بكم وشاكرة لكم لهذه الاستضافة. بالنسبة لوضع السلطة القضائية ما بعد الانقلاب، بدأ مجلس القضاء الأعلى مباشرة أعماله في عدن في عام 2017 أو في أواخر عام 2017، واستمر في أداء أعماله يعني بشكل طبيعي، وإن كانت هناك كثير من المخالفات التي ناهضها النادي، ولا يزال نبحث عن آلية عمل تحقق وجود حقيقي وفعلي للسلطة القضائية. ماذا عن المحاكم الابتدائية، الاستئناف، بقية المحاكم أيضا فيما يتعلق بعمل النيابات، هل يتم العمل فيها بشكل جيد مستمر؟ كيف تقيمين العمل فيها؟ العمل قائم، ولكن في ظروف تعترض أعمال القضاء كالإضرابات المتكررة، الظروف الأمنية الحاصلة في البلاد، فهذه ظروف ما نقدرش نحن نقول إنه القضاء يعمل بشكل متكامل. يعني كل ما حاول القضاء إنه يكون يعمل أو يصل لمرحلة التعافي ويحقق وجود فعلي، تأتي عوامل سواء كانت من أطراف تريد إفشال العمل القضائي أو من الأطراف السياسية المتصارعة. ما هي مظاهر هذا الإفشال؟ إذا ما تحدثنا عن ذلك وتوسعنا بشكل أكبر في مكامن الخلل الموجودة في السلطة القضائية الآن بحسب وجهة نظرك. مكامن الخلل كثيرة ومتعددة، يمكن هذا مسألة التعيينات الأخيرة إحداها، من قبل فيما يتعلق بالترقية والتسويات، فيما يتعلق برواتب القضاء، يعني في هذه المسائل كل مسألة منها ممكن نحن نفرد لها حلقة منفصلة حتى نبين إيش يعني المعضلات التي تمر بها السلطة القضائية. ناهيك على أنه وضع القضاء أنفسهم يعملوا في إطار لا يوجد لهم الحماية، غير موفر لهم رعاية صحية، المواطن يطالب القضاء بأداء أعمالهم، لكن بالمقابل القاضي لا يحصل على كل حقوقه، بل إنه لا يحصل على الكثير والكثير من حقوقه، ولا ما حصل إلا على نزر يسير جدا من حقوقه. طيب، إذا ما دخلنا في سياق الحديث عن القرارات التي أشرت إليها فيما يخص التعيينات الأخيرة، ما هي الإشكالية في هذه القرارات لو دخلنا بها يعني لو دخلنا الآن في عنوان أو محور الحلقة الأساسي، ما هي الإشكالات الرئيسية في هذه أو في هذين القرارين؟ مجلس القضاء الأعلى أصدر القرار رقم 18 و19 بتعيين 433 قاضي أو منحهم إداري ومنحهم الدرجات القضائية بدرجة مساعد ألف. نادي قضاة اليمن واجه هذه القرارات ببيان صدر منه ابتداء، على اعتبار أن مجلس القضاء الأعلى لم يتبع أي آلية قانونية في إصدار هذه القرارات، إذ جاءت نصوص أو جاءت هذه القرارات بالمخالفة الصريحة لأحكام ونصوص قانون المعهد العالي للقضاء وقانون السلطة القضائية. وبالتالي لابد لنا كنقابة تدافع عن استقلال القضاء وضمانات يجب أن نتوفر للسلطة القضائية ككل، إن احنا نناهض مثل هذه القرارات. جريمة التي قمنا بها أن احنا قمنا برفع دعوى قضائية، واعتبرت مسألة لجوءنا للقضاء هي الجريمة التي يجب أن نحاسب عليها. إذا كانت ممارسة حقنا الأصيل في التقاضي صارت مشكلة ومعضلة، لا ندري ما هو السبب لهذه الممانعة. نحن بالأخير لجأنا للقانون، والقانون يفصل بيننا. القرار احتوى على عدة يعني مثالب بيناها من خلال الدعوى القضائية، بمعنى أن القرار أولا صدر من غير ذي اختصاص، حيث ممن صدر؟ أنه في قرار سابق من مجلس القضاء الأعلى رقم 2 لسنة 2006 بيّن من خلاله أو أصدر من خلاله مجلس القضاء الأعلى
أن هناك لجنة تشكل اللجنة العليا للقبول. هذه اللجنة يفترض فيها أن تقوم بحصر وإعداد رؤية متكاملة عن من سيقبل في المعهد العالي للقضاء أو سيلجوا للعمل في السلطة القضائية. قام مجلس القضاء الأعلى باتخاذ هذا القرار التزاما من أمام المجتمع الدولي بالشفافية والنزاهة والحد من الفساد في القضاء. ولا إثر ذلك تمخض صدور قانون المعهد العالي للقضاء رقم 34 لسنة 2008. عندما صدر هذا القرار لم يكون إطلاقا وفقا للآلية القانونية المتبعة من خلال هذا القرار. ضف إلى ذلك أن محضر إقرار هذا القرار قد منح معالي وزير العدل صلاحية إعداد الكشف وتمريره. ومع كل الاحترام والتقدير لمعالي وزير العدل علي هيثم الغريب إلا أنها فيها ذلك مخالفة قانونية جسيمة، إذ أن تعديلات قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 27 لسنة 2013 قد نقلت جميع صلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لم يعد الحق لوزير العدل بالقيام بهذه الصلاحية. لكن ألا يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يكلف وزير العدل بالقيام بهذه المهام؟ القانون نقل اختصاصات، ليش تم هذا النقل؟ كان هذا النقل بناء على حكم دستوري للحد من تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية. وبالتالي إن قام مجلس القضاء الأعلى بنقل هذه الصلاحيات معنى هذا إنه مس مبدأ استقلال القضاء، وهذا مبدأ دستوري ومش من حقه إنه يمسه. طيب يعني هو هناك تعديل على القانون رقم 1 لعام 1991 الذي كان يشتمل على مثل هكذا اختلالات بحسب كثير من المتابعين، لكن إذا ما تحدثنا على مسألة الآن، ولكن بعد ذلك عدل القانون. إذا ما تحدثنا على هذه النقطة سيدة دكتورة رواء، يعني لماذا سيقوم مجلس القضاء بإعطاء صلاحياته لوزير العدل في هذه الناحية، وهو الذي من المفترض أن يعني يحافظ على استقلالية السلطة القضائية ك يعني ركائز السلطة، الفصل بين السلطات، السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية؟ هذا السؤال يوجه لمجلس القضاء الأعلى. كيف تفسرينه ما نقدرش نعطي تفسير موضوعي ومنطقي لذلك، لأنه هذه مخالفة صريحة للقانون، ونحن ذكرنا هذا الشيء بأنه عمل مجلس القضاء الأعلى على مخالفة صريحة للقانون. ضف إلى ذلك أن هذه التعيينات كانت بالمخالفة لنصوص قانون المعهد العالي للقضاء وقانون السلطة القضائية، إذ بينت نصوص كل من القانونين الكيفية والآلية والشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في كل من يولى القضاء. فالمسألة ما هيش اعتباطية ولا هي منح مكافآت أو هدايا لأي كان. كل من يريد أن يدخل إلى سلك القضاء هناك طرق قانونية محددة للولوج إلى القضاء، وليس مسألة صدور قرارات بدون اتباع أي آلية قانونية. طيب هناك أكثر من ملف الآن فيما يتعلق بالحديث عن يعني سواء في نص الدعوة التي رفعتموها أنتم في نادي القضاء أو في القرارات التي صدرت. دعينا نأخذ مسألة أن هناك يعني قرارات لما يقارب من 50 شخص تم تعيينهم بعد رفع من أيضا بعد يعني ما يمكن أن يكون تعيين أيضا من مجلس القضاء الأعلى هناك في صنعاء. هل حدثت هذه الإزدواجية؟ نعم بالتأكيد، ولكن هل معنى هذا أن إذا كان هناك خروقات في ارتكبت من قبل مجلس القضاء في صنعاء أن يقابل مجلس القضاء الأعلى في عدن الخروقات بخروقات أخرى، ويقابل الخطأ بخطأ والجريمة بجريمة؟ يعني هل أفهم منك دكتور رواء أنه تم إقرار هذه التعيينات من قبل مجلس القضاء الأعلى في عدن؟ من؟ أي تعيينات حق صنعاء؟ أتحدث عن الخمسين أكيد. أتحدث عن الخمسين ليس عن ال 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 الخمسين هذه نعم. صدرت من صنعاء في مجلس قضاء صنعاء. لا يدخل لمجلس قضاء عدن فيها. طيب فيما يتعلق إذن بهذه القرارات الآن، الحديث عن قرارات مجلس القضاء الأعلى في عدن، إذا ما تحدثنا عن هذه النقطة بشكل أكبر، أين الإشكالية بالضبط فيما يتعلق بأن هناك من كانوا يعني كما يفهم أو كما يفسر البعض هذه القرارات بأنها جاءت لموظفين في النيابات تم تعيينهم
كمساعدي نيابات بدرجة معينة، أين الإشكالية إذن؟ هل فصلتي لنا فيها؟ نعم، بالتأكيد أنه يوجد الكثير والكثير من الموظفين الإداريين الذين بحاجة إلى الترقية، إذ أن هناك منهم من قضى أكثر من ربع قرن في العمل والتمرس على العمل القضائي، وبالتالي من حقه أن يكون هناك إنصاف له لاحقا. لكن ما حدث أن مجلس القضاء الأعلى أخذ بعض الإداريين المستحقين كذريعة ليدخلوا من هب ودب إلى القضاء. القرار اشتمل على من هم لا يحملون مؤهل في القانون، سواء كان من كلية الحقوق أو الشريعة والقانون، اشتمل على أشخاص يحملون الثانوية العامة، اشتمل على أشخاص يحملون مؤهلات في الفنون الجميلة والإحصاء أو الاقتصاد، منهم من لم يكن يعمل في أمانة السر أو في ككاتب تحقيق، أي لم يتمرس على الأعمال الفنية التي تكون مساعدة للقضاء، منهم كذلك من لا يحسن الإملاء. وبالتالي هل في ظل هذه المخالفات القانونية يرتضي الإداريين المستحقين للترقية أن يشتملوا من ضمن هذا القرار؟ بل إن نحن نربأ بالإداريين أصحاب الحق في الترقية بأنهم يدخلوا في مثل هكذا قرار مخالف للقانون. مجلس القضاء الأعلى إذا ما كان يريد أنه يصدر للإداريين قرار يرقيهم فيه أو يمنحهم الدرجات القضائية، لماذا لم يصدر لهم قرار موافق للقانون؟ هل مجلس القضاء الأعلى يجهل الآليات القانونية التي يجب اتباعها للتعيين في سلك القضاء؟ بالتأكيد مجلس القضاء الأعلى لا يجهل هذا الأمر، مجلس القضاء على علم ودراية ويعي تمام الوعي للآليات القانونية المفترضة أن يتم التعيين من خلالها، ولكن تم أخذ الإداريين كذريعة فقط لتمرير وإدخال أشخاص لا يمت للقضاء بصلة، منهم كذلك من حتى سواء كانوا هم غير عاملين في سلك القضاء، يعني غير عاملين كموظفين إداريين، ومنهم من توظف حديثا، ومنهم من لا تنطبق عليها الشروط القانونية من حيث عدم حصوله على شهادة في القانون أو الحقوق. وبالتالي إذا كان مجلس القضاء الأعلى محق في إنصاف الإداريين، كان عليه أن يصدر لهم قرار موافق للقانون، لا أن يصدر لهم قرار يشتمل العوار من بدايته حتى آخره. لذلك نحن لا نريد الإداريين أن يعتبروا أن نادي قضاة اليمن هو خصم لهم، بالعكس نحن معهم ولا يقوم العمل القضائي إلا بهم، ولكن وفق آلية وإطار قانوني وليس مثل هكذا قرارات. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتورة رواء. أرحب بمن ينضم لنا الآن عبر الهاتف، السيد نزار سرار المحامي معنا. أرحب بك سيد نزار، لنسألك ما هي أبرز، يعني من خلال الفترة الماضية، ما هي أبرز الاختلالات التي يعانيها الجهاز القضائي في العاصمة المؤقتة عادة من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احيي قناه بلقيس واحيي المشاهدين واحيي الدكتوره رواء، القاضي رواء مجاهد، على ما تبذله من اعمال حقوقيه وفي مصلحات القضاء بشكل عام وفي مصلحات القضاء النوعي في عدن الذي يحتاج الى غربله. طبيعي ما يحصل للقاضي رواء من هجوم، كون هذا الامر قد عهدناه دائما ان الشخص الذي يدافع عن الحقوق دائما يتعرض لابشع انواع السبوب والاشاعات. بالنسبه للقضاء في عدن، للاسف الشديد القضاء في عدن اصبح مرتع للشلليه والمحاصصه، بمعنى انه في كل محكمه هناك من هو الصالح ومن هو الطالح. فكان قبل الحرب كان هناك الصالح اكثر من الطالح، لكن حاليا بعد الحرب حصل تغير في هذه الامور، اصبح قضاه غير مؤهلين، قضاه لا يفقهون ابسط اجراءات التقاضي الوارده في قانون المرافعات، بل انهم يحرمون المتداعين من حقوقهم القانونيه الذي نص عليها القانون. لكن قد طرأ في رأسي فكره معينه او امر معين مهم اوجهه للقاضي رواء. لماذا يعني تم الاعتراض على القرار 18 و19
في ظل وجود دفعتين لم يتم تعيينهم مع تخرجهم من 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 معهد القضاء الأعلى. لماذا لم نادي القضاء لم يتبنى موضوع تعيين هذه الدفعتين بشكل سريع جدا؟ وهم قد في بعض منهم قد توجه الي وبلغني انه سيقيم دعوة إدارية وأنني سأكون المحامي، فأنا قلت لهم تابعوا مسألة التعيين أولا ومن ثم رفع الدعوة. أيضا في هناك أمر آخر، في عند تعيين القاضي جمال محمد عمر رحمه الله عليه تم تعيين مجموعة من المحامين كقضاة مباشرة. لماذا لم يأثر أمر القضاء على هذا التعيين؟ هل كان هذا التعيين بشروط القانون؟ هل كان هذا التعيين لضروره معينه؟ وهم زملاء لنا، يعني لا 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 يعني لا نحسدهم او لا نعترض على الامر، لكن لماذا تم الاعتراض على قرار 18 19 في ظل وجود تعيينات سابقه لم يقم نادي القضاء باي جهد او اي امر اخر اعتراض على هذا الامر؟ نحن لا نشكك في نزاهه القضاء بشكل عام، لكن لماذا يتم الاختيار المعين؟ الموضوع الحقوقي، الموضوع الحقوقي بشكل كامل متكامل. بالنسبه لموضوع القضاء في عدن، للاسف الشديد اذا كان القضاء انفسهم عندما يلجؤون الى القضاء يتعرضون لمثل هذه المضايقات، فما بالنا نحن المحامين والمواطنين عندما نلجا الى ارقى اسماء الاعتراض وهي اللجوء للقضاء؟ ما بالنا ونحن نتعرض لما يتعرضه القضاء الان؟ حاليا يتعرض رئيس المحكمة الإدارية في عدن الى كم هائل من الشكاوى من 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 من, من المرافق الدولة، وهو من انزه القضاة ومن افضل القضاة في عدن القاضي خليل. الدكتورة رواء تعرف القاضي خليل وتعرف حجم الضغوطات التي تمارس، بل ان وزارة المالية للاسف الشديد تعترض بشكل دوري على اعمال المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية فقط فيها 3 قضاة فقط، لا يكفي 3 قضاة لنظر الدعاوى الكبيرة والكم الهائل من الدعاوى التي تنظرها سنويا. لكن نتفاجأ أن التفتيش القضائي الذي ينام ثم يصحى على صياح وزارة المالية أو غيرها من المرافق الدولة التي تم الخصم منها، ويقوم بالنزول إلى المحكمة الإدارية بشكل دوري. المحكمة الوحيدة التي ينزل إليها التفتيش القضائي بشكل دوري هي المحكمة الإدارية. لماذا؟ لأن القاضي خليل وقضاة المحكمة الإدارية دائما ما ينظروا الأحكام ضد المرافق التي تمتنع عن صرف رواتب الموظفين، بالتالي هذه المرافق تقوم بالاعتراض إلى رئاسة مجلس الوزراء أو إلى وزير العدل، الذي بدوره طبيعي أنه توصله شكوى كوزير عدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يقوم بالتحقيق في هذه الشكوى طالما وهي أجت من 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 وزارة سيادية أو من وزارة حكومية. فنرى أن التفتيش القضائي يستمر في مضايقة، أنا بالنسبة لي هكذا أرى، بمضايقة المواطن أولا ومضايقة قضاة المحكمة الإدارية، كون عند نزول التفتيش القضائي للمحاكم تتوقف قضايانا. فأنا حاليا عندي قضايا في المحكمة الإدارية تتأجل شهر كامل بدون النظر في جلسة واحدة بسبب نزول التفتيش القضائي لسجلات المحكمة الإدارية لقضاة المحكمة الإدارية. فإحنا هنا خروقات، لكن مش بالكم الهائل اللي نرى أنه يوميا أو كل 3 أيام أو كل أسبوع التفتيش القضائي ينزل، في وقت أنه المحاكم الأخرى قد تقدمنا بشكاوى ضد قضاة المحاكم الأخرى ولم نرى منهم أي تحرك. فلماذا يتم الاختيار ما بين الحقوق الذي لا تجزأ، ولماذا يتم اختيار واستهداف رئيس المحكمة الإدارية؟ طيب، وقد أشرت المحكمة الإدارية إلى هذه النقطة، وأنا أريد الرد من دكتورة رواء باعتباري أن سيادة القاضي رواء ألاحظك أنك تدونين بعض الملاحظات وتريدين الرد على النقاط التي طرحها المحامي سيد نزار سرار. تفضلي، الكلمة لك. نعم، بالتأكيد النقاط اللي طرحها الأستاذ نزار هي في نقاط في غاية الأهمية. بالنسبة لما طرحه حول الدفعة 21 ولماذا لم يتحدث نادي قضاة اليمن عن هذه الدفعة، نجيب عليه بأن نادي قضاة اليمن قد تخاطب مع مجلس القضاء الأعلى من قبل أكثر من عام حول وجوب تعيين الدفعة 21 والتي قوامها يزيد عن 200 قاضي. دفعة مؤهلة وحائزة على كل الشروط القانونية، لماذا لا يعمل مجلس القضاء على أن يتم تعيينها؟ الآن لهم أكثر من 3 سنوات ولم يتم التعيين.
يعني ينتظروا لمن ينسوا كل المعلومات اللي درسوها خلال الثلاث سنوات او الاربع سنوات في المعهد، وبعد كذا بيذكروهم. ضف الى ذلك ان احنا تقدمنا بمذكره بادراجهم ضمن موازنه العام الماضي بالموازنه الماليه، بحيث انهم يستلموا رواتبهم القضائيه مباشره عند حصول التعيين، لكن مع الاسف الشديد لا التعيين حصل ولا ادرجت رواتبهم ضمن الموازنه. فبالتالي منادي قضاة اليمن قد طالب بحق الدفعة 21 من سابق ذي قبل، وليست المطالبة وليدة اللحظة. بالنسبة لوجود محاميين تم تعيينهم من قبل، هذا صحيح، ولكن ليس في القضاء المدني إنما في القضاء العسكري. ومع تحفظنا تماما على التعيينات التي تمت في القضاء العسكري وما فيه من اختلالات كبيرة، إلا أنه قيل أن هؤلاء المحاميين كانت لديهم رتب عسكرية من قبل. هذا حسب الأقوال التي يقولها مجلس القضاء الأعلى، بأنه قد تم تعيينهم بناء على هذه الرتب العسكرية التي كانوا حاصلين عليها. يقال أن هناك في هنا يعني صحفي استقصائي الأستاذ وجد السالمي كان قد بحث بهذا الموضوع، وتبين أن هناك قد قاموا بفتح مجلس يعني النائب العام فتح تحقيق بهذا الأمر، حول أن هناك أناس يعني قاموا بتعيينهم دون أن تتوافر فيهم الشروط القانونية. فيعني هذه بالنسبة لي لما قرأت التقرير اللي أعدنه هذه وكالة فري ميديا للصحافة الاستقصائية، أنا صدمت. يعني كيف مجلس القضاء الأعلى يعمل على تعيين ناس وعمل لهم حفل تخرج ومش عارفة إيش، وبالأخير يقولوا لا والله هذونا مش حايزين الشروط القانونية؟ فين دور هيئة التفتيش القضائي؟ ليش ما أول ما قدمت إليهم الأسماء ما عملوش يطلبوا منهم يجيبوا شهاداتهم ومؤهلاتهم عشان يتم تعيينهم بالقضاء؟ وهذا إن دل على شيء يدل على تدمير المنهج للقضاء سواء كان في القضاء العسكري أو القضاء المدني. تفضلي بالبقاء. مسألة المحكمة الإدارية. الحديث الإدارية عن المحكمة الإدارية. نعم. نزول التفتيش المستمر عليها. نعم. التفتيش لو كان التفتيش القضائي يقوم بدوره الفعلي والحقيقي والمتوجب عليه وفقا لأحكام ونصوص القانون، ما فاته حال القضاء في اليمن مثل ما هو الحال عليه. هيئة التفتيش القضائي هي هيئة ديكورية، ولذلك حال القضاء في اليمن وصل إلى ما هو عليه. لذلك نحن نتصدر القائمة في الفساد عالميا. يوجد طيب الكثير والكثير من القضاء المستقلين. دعني أعود إلى السيد نزار سرارو. دكتور روى، سأعود إليك في نقاط، لكن دكتور سيد نزار، يعني بحكم أنك يعني الآن في نقطة أخرى هناك الحديث عن هذه النقاط، وسأعطيك المجال للرد أو للتعقيب على كلام الدكتور روى القاضية روى، لكن أيضا بحكم أنك محامي ومطلع، هل أصبح يعني في سياق الحديث أيضا على مسألة القضاء وارتباط القضاء بصنعاء؟ إلى أي مدى القضاء في عدن مستقل عن سلطة القضاء في صنعاء؟ أم أن لا زال هناك نقاط تقاطع؟ حقيقة ما نراه في المحاكم وفي وزارة العدل وفي مجلس القضاء الأعلى، الظاهر أنه مستقل عن نظام صنعاء الذي نراه، لكن ما يخفى عن المواطن وما يخفى عن الآخرين نحن لا نعلمه، لكن ظاهريا أن القضاء في عدن أو مجلس القضاء الأعلى في عدن التابع للشرعية طبعا مستقل استقلال تام عن ما يعني سلطة الانقلاب في صنعاء. القصد في هذا الأمر أنه الذي حاصل في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى هو شيء نعتقد يعني أنه طبيعي من ناحية التخبط، لأنه جاء على عبالة وجاء، لكن الآن بعد مرور فترة أربع سنوات على التحرير المفروض يكون الأمور قد تمرسوا، الموظفين قد تمرسوا، الوزراء قد تمرسوا، القضاء قد تمرسوا، لكن ما يحصل هو عبارة عن مكافآت تصرف الدرجات الوظيفية كمكافآت. حقيقة ما تقوم به القاضي رواء مجاهد من تصدي للقرار، هناك البعض يعني يستحق هذه الدرجة القضائية لكن البعض لا يستحقها، هذا رأي مجلس نادي قضاة اليمن. لكن حقيقة القضاء في عدن للأسف الشديد، وأنا أقول هذا الكلام وأنا أعرف أنني أتعرض لمضايقات داخل المحاكم بسبب كلامي على قناة بلقيس أو على أي قناة أخرى، أنا فعليا أتعرض للمضايقات بسبب القضاء الذين
لا يعجبون كلامي، لكن انا لا 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 انظر لهذا الامر. انا بالنسبه لي اقول كلمه حق. القضاء في عدن للاسف الشديد في تدهور مستمر. نحن كمحامي، انا بالنسبه لي كمحامي عندي من الـ من الـ من التعديلات القانونيه على قانون المرافعات وعلى قانون الاجراءات الكثير الذي تقريبا سينقص يعني امد التقاضي الى النصف، سينقص امد التقاضي. وضحت النقطه. سنوات في قضايا معينه، لكن اين مجلس النواب او اين دور وزاره العدل في استقطاب مثل هذه الامور لتعديل القوانين الخاصه بالتقاضي؟ شكرا لك المحامي نزار سرار، كنت معنا عبر الهاتف من عدن على وضع هذه النقاط. أرحب قبل العودة إلى الدكتور رواء مجاهد، أرحب بالقاضي ناظم بوزير الأمين العام لنادي قضاة الجنوب الذي ينضم لنا عبر الهاتف الآن من عدن. أرحب بك سيادة القاضي. إذن في الحديث عن يعني القرارات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 18 و19 يشهدان الكثير من الانتقادات. هناك حديث على تدهور القضاء في عدن، وضع السلطة القضائية بشكل عام متلبد إن صح التعبير، ما رأيك بكل ذلك؟ سيادة القاضي هل تسمعني؟ سيادة القاضي هل تسمعني؟ إذن هناك خلل بالتواصل مع سيد ناظم بوزير القاضي أمين عام نادي قضاة الجنوب، هو معنا عبر الهاتف من عدن، سنحاول إصلاح هذا الخلل. بالعودة إليك دكتورة رواء مجاهد، فيما يتعلق بالحديث عن التعيينات، يعني عندما تحدث عن نسبة وتناسب، إلى أي مدى هناك في هذه التعيينات نسبة لتعيينات تمر وفقا للقانون وفقا للاستثناءات المتعلقة يعني بالإداريين والفنيين بداخل النيابات والمحاكم، وكم هي نسبة القرارات التي يعني عليكم أو لكم فيها ملاحظات؟ القرارات هي قرارين، هم قرارين فقط شملوا الجميع، شمل الصالح يعني مع الطالح. بالنسبة ولكن للعدل، الآلية القانونية الآلية القانونية التي اتخذ من خلالها القرار كانت مخالفة للدستور والقانون. نحن نقول أنه إذا كان مجلس القضاء الأعلى يريد فعلا أن يعمل على إنصاف الإداريين فليصدر لهم قرار موافق للقانون. القرار جاء بالمخالفة تماما لأحكام نصوص القانون. لو يوجد الآن مئات من الإداريين متظلمين، منهم يعني منهم من له 30 سنة وحاصل على شهادة في القانون ومع ذلك لم يتم ترقيته. قوام الموظفين الإداريين ما يقارب 13,000 إداري، تم ترقية منهم 400 وشوية. هل هذا سيحقق الإنصاف؟ وإن كان سيحقق الإنصاف بعض الشيء، هل تم وفق آلية قانونية؟ ما تم وفق آلية قانونية. نحن مع الإداريين في أنهم يحصلوا على حقوقهم، لكن وفق آلية قانونية. طيب سيادة القاضي، مجلس القضاء يعني لو كان يريد أن يمنح الإداريين هذا الحق روح، كان منحهم وفق للقانون، ولكن اتخذ منهم ذريعة فقط ليدخل آخرين وأشخاص غير لا ينتمون للقضاء بصلة إلى هذه السلطة. طيب سأعود إليك دكتور رواء، أرحب بمن ينضم لنا مجددا، القاضي ناظم بوزير الأمين العام لنادي قضاة الجنوب. هل تسمعني؟ مساء الخير سيادة القاضي. حياكم الله، مساء النور والسرور، حياكم الله وحفظكم. أهلا وسهلا بكم. إذن سيادة القاضي، حديث يعني انتقادات على مسألة القرارين 18 و19 لمجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بالعام الماضي، وكذا يعني انتقادات كثيرة للقضاء في عدن، حديث عن تدهور هذا القضاء، كيف تقيم هذه النقاط؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول لي انتقاد على تقريركم، تقرير المقدمة يوجد فيه عدم الحيادية، والحديث بما ذكرته الدكتورة رواء كاملا في المقدمة، حتى أن عنوان الحلقة المحسوبية والمناطقية بالرغم من التعيين، يعني هذا المحسوبية والمناطقية في على عنده إخلال في القضاء. نقول أن التعيين لم يشمل مناطق محددة، إنما شمل مناطق الجمهورية اليمنية المحررة. فأنا أترجى يعني أن يتم تغيير العنوان، هذا العنوان ليس بصحيح حول الادعاء بأنه التعيينات مناطقية. تفضل سيادة القاضي. بالنسبة لحول القرارات التعيين، قرار 18 19،
لا أدري من أين قرأت الدكتور رواء القاضي رواء القانون. فنص المادة 59 من قانون رقم 27 لعام 13 لتعديل بعض مواد القانون السلطة القضائية ذكر في المادة 59 بعد أن ذكر نص التعيينات القضائية ذكر عدم مساعدي القضاء والنيابة سيكون تعيينهم بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس، وهذا ما حدث بالنسبة لتعيين الإداريين الذي أقرهم مجلس القضاء الأعلى في قرارهم كان في شهر سبتمبر. فبالتالي يكون أن قرار مجلس القضاء الأعلى متوافق مع قانون السلطة القضائية حول أن ما نص عليه قانون معهد العالي القضاء أن بوابة القضاء هي معهد العالي القضاء، فنقول لقاضي ذي ولاية، لكن القاضي المساعدي القضاء فيجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقوم بإصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بتعيينه. نعم. طيب دعني أنقل هذه النقطة سيادة القاضي إلى سيادة القاضي رواء. تفضلت بسماع ما طرحه سيادة القاضي ناظم بوزير، إن كان لديك تعقيب تفضلي. نعم بالتأكيد لدي تعقيب. أولا أرحب القاضي ناظم بوزير. الأمر الآخر اللي أحب أبينه إنه لم أتطرق إطلاقا إلى وجود مناطقية في هذه القرارات حتى يقول القاضي ناظم بأنني تحدثت أن التقرير جاء لما أقوله. أني إطلاقا لم أقول أن القرار شابه المناطقية، قلت أن القرار مخالف للقانون، وإن كان لديه هذا التصور فهذا التصور شخصي خاص به ولم أقول أنا هذا الحديث. الأمر الآخر أنه إذا كان تفسير القانون نص المادة 59 مثل هذا التفسير الذي يقوله فنقول على القضاء السلام وفق التفسير الذي قاله القاضي ناظم والذي أني صدمت منه الآن. معنى هذا أنه يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يأتي حتى بألف شخص من الشارع ويعمل على منحهم الولاية القضائية أو الدرجات القضائية على اعتبار أن نص المادة 59 تمنح لرئيس مجلس القضاء الحق. هذا قضاء، القضاء رسالة، وإذا كان وفق هذا التفسير لماذا وجد المعهد العالي للقضاء؟ وأي نص هذا اللي يقول أنه في قضاء بولاية وفي قضاء بدون ولاية؟ هذه مسألة مخترعة من قبله أنا لم أسمع بها من ذي قبل. وأين النصوص القانونية التي يتحدث بها مسألة أنه المادة 59 تتيح لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعمل على التعيين؟ هذه مسألة لا يمكن القبول بها إطلاقاً نظراً لوجود قانون يقيد هذا الشيء وهو قانون المعهد العالي للقضاء، بل أن نص المادة 57 قد حددت الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يتولى القضاء، وشرط أساسي ورئيسي من ضمن هذه الشروط أن يكون خريج من المعهد العالي للقضاء، وبالتالي لا محل إطلاقاً للقول بأن نص المادة 59 تعطي رئيس مجلس القضاء الأعلى الحق في التعيين. خلاص الآن يقوموا حتى ألف شخص يقوموا سلطة قضائية ويصدر لهم رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار وفقا لهذا التفسير، يعني بطبيعة الحال والله قفل المعهد العالي للقضاء ومزع أن الدولة تصرف مليار سنويا على موازنة السلطة القضائية. القانونية موجودة للإطلاع عليها لمن يريد، لكن سأنقل الكلمة إلى سيادة القاضي ناظم بوزير الأمين العام لنادي قضاة الجنوب. سيادة القاضي، يعني هناك الكثير من النقاط في سياق الحديث عليها، أيضا فيما يتعلق يعني لم تعقب على مسألة يعني وضع القضاء الآن، هناك حديث على تأخر في النظر في قضايا، هناك حديث على عدم كفاية يعني العاملين في الأجهزة القضائية للنظر في هذه القضايا وإلى آخره. ليست المسألة فقط في ما يتعلق بهذه التعيينات، وإن كانت كما شرحت السيدة أو دكتورة رواء هي ذات جدل على الأقل كما تدعي هي في سياق الدعوة التي رفعها نادي قضاة اليمن. أرجو أن تتفضل بالرد على هذه النقاط. طيب أنا بس نص المادة، يعني القاضي رواء لما تتحدث أن يأتي ب6000 هذا نص قانوني، فأنا قاضي أمتثل للقانون، النص واضح، فما أدري لماذا لا تريد أن تقرأ استكمال المادة 59 القاضي رواء. هذا بالنسبة لموضوع مسألة التعيينات. أما الشطر الثاني من السؤال حول التعطيل، نقول أن السلطة القضائية في المحافظات المحررة
بدأت عملها مباشرة بعد التحرير لعدن، وأرست مدانيك القضاء، وتم التحقيق بالرغم من الظروف الأمنية التي كانت تمر بها محافظة عدن. فكان عضو النيابة أو القاضي يمر بجانب العسكري والعسكري أو يمر، ولدرجة أنه كان العمل فيه فكرات عسكرية من أجل إيضاح أو إيجاد العدالة وتحقيق العدالة بالتحقيقات حتى يكون عمل قضائي واضح. وهي والمعلومية أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة التي عملت بكافة طاقتها في جميع المناطق المحررة. طيب في هذا نقول أنه يعني مجلس القضاء الأعلى عمل وفعل القضاء في إطار المحافظات المحررة. صحيح وإن كان هناك تعثر نقول نتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها هذه المحافظات، على اعتبار أن اليمن لا زالت في إطار حالة حرب، في تعثر في مسألة إحضار المساجين أو إجراءات بعض التنفيذات، لكن نقول أن العمل أو أن القضاء يعمل بكافة طاقته في إطار المحافظات المحررة جميعا، من سواء كانت المحافظات الجنوبية أو محافظة مأرب أو محافظة سائل، فيتم العمل بها وفي تواصل من التفتيش القضائي ونزول في التفتيش القضائي لجميع المحافظات المحررة ورفع تقارير للتفتيش. ألا أدري من أين أتت القاضي رواء بأن التفتيش لا يعمل وأنه لا يقوم بدوره، فنحن كقضاة الميدان مع حامل القاضي رواء أنها لا تعمل في الميدان، فيبدو أنها لا تعلم ما يدور على الأرض. طيب. فنحن قضاة نعمل على الميدان. أنا قاضي ورئيس محكمة الشيخ عثمان الفدائية أقول أشتغل في المحكمة ابتداء من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8:30 إلى الساعة 1 ظهرا، ننجز أعمال قضائية رهيبة جدا في إطار محافظة عدن على بالرغم من الوضع الذي تمر بها البلاد. والمحامي فرر المتواجد معكم كضيف يعلم هذه الحقيقة بأن الموجود بأن العمل القضائي مستمر في إطار محافظة عدن وإضافة إلى المحافظات المجاورة، ونقول المحافظات المحررة. طيب فيما يتعلق ب يعني علاقة القضاء في المحافظات المحررة بالقضاء هناك في صنعاء، هل أوضحت لنا طبيعة هذه العلاقة الآن؟ والله طبعا المجلس الانقلابي في صنعاء أو المجلس الحوثي يصدر قرارات لا نعلم كونها خارجة عن إطار الشرعية، فلذا لا تقبل قراراتهم، أو فلهذا لا يوجد أي تواصل في إطار هذه المحافظات سوى إلا إذا كان حق متعلق بمواطن كسماع شهادة أو إنابة في عمل تنفيذي معين متواجد في إطار المحافظات المحررة، فنقبل رسالة القاضي أو رئيس المحكمة مباشرة دون المرور بالسلطات العليا، يعني سواء كان مجلس القضاء الانقلابي أو يتخاطر مباشرة، لا نتخاطر كرؤساء محاكم على اعتبار أن نريد أن نقرب القضاء من السياسة. شكرا لك سيادة القاضي ناظم بوزير الأمين العام لنادي قضاة الجنوب، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. الشكر موصول أيضا للدكتور رواء مجاهد سكرتير عام نادي قضاة اليمن، كانت معنا عبر الأقمار الصناعية أيضا من عدن، ولكل ضيوف الحلقة ولكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.